بتاعك وما ينفعش تمشي من غيري. انت بتراقب ابوكي ولا ايه؟ انت مالك؟ انت كنت براقبه ولا مش براقبه؟ بقول لك امشي من هنا، انت مش فاهم اي حاجه. انت اللي مش فاهمه حاجه، ولو فهمت هتزعلي. انا مش همشي واسيبك في الحته المقطوعه دي لوحدي، ده في عز النهار وفي وسط الناس وكنت هتتخطف. مساء الخير. ايه ده؟ هو يعني يبقى سعادتك؟ بقول لك ايه، اتفضل امشي من هنا وبطل غباء. بطل غباء وكتاب الله ما ماشي. يا يعني نمشي سوا يا ندخل احنا الاثنين. ندخل فين يا بني ادم؟ انت كمان، انت ما ينفعش تدخل هنا وانا كمان ما ينفعش ادخل، ومش عايزه مخلوق يعرف ان انا جيت هنا. يبقى يلا نمشي. وطي صوتك، فضحتنا. بتعلي صوتك ليه؟ انا هروح اركن عربيتي بعيد واجي اركب معاك عشان اوصلك. تعالي ورايا، يلا امشي قدامي. الصراحة يعني أنا خدوني على مشام وما كنتش عارف إنه سعادتك يعني سعادتك. سرقوا منين ده يا ابني؟ سرقوا؟ ما يصحش كده يا كمال باشا، أنا مش حرامي. أنا صحيح يعني دخلت بيت سعادتك زمان وأنا حرامي صغير، بس دي غلطة وكلنا بنغلط. أنا دلوقتي عايز أكبر، عايز أحط في إيدي يعني في إيد سعادتك واللي فات يبقى مات. وأنا ليه أحط إيدي في إيد عيل زيك؟ والله متهيألي أنا كمال باشا، عشان سعادتك لو ما حطيتش إيدك في إيدي دلوقتي مش هبقى عيل صغير، وهكبر، ولما هكبر هبقى عامل زي الديناصور، واللي ما وقفش جنبه وأنا صغير ما تاخذنيش يعني، هقف قدامه وأنا كبير. ده مخ في حاجة؟ بالعكس، بالعكس خالص، ده أنا معايا دلوقتي اللي معقلني ومنظف مخ على الآخر خالص. طيب يا لطفي، أنا شفت كل الصور وهاخد كل اللي عندي. كمان باشا لا يعني انا ما بقاش بالجمله صراحه يعني، وكمان سعادتك ما معكش تشتري اللي عندي. ما انت عايز ايه؟ يعني من جور الكبير يكبر. انا عشان احط يعني رجلي بعت اول حته الملاليم، وعارف اللي ضحك عليا في ثمنها، بس هو يعني ما حدش بيتعلم ببلاش. انا كل اللي طالبه من حضرتك حمايتك. ازاي؟ انا عايز ادخل السوق تحت اسم شركه كبيره قوي، الدار وراها هبقى تحت جناح سعادتك. وبالنسبه للناس اللي حضرتك يعني بتتعامل معاهم بقى وتبيع لهم الشغل ده بره مصر، جوه مصر يبقى مني اليوم طوالي. لطفي، انت واقف قدام كمال اللباد، وكمال اللباد ده مش مجرد اسم كده، ده كيان قعدت ابني فيه اكتر من 40 سنه. انت عارف اللي انت طالبه ده تمنه ايه؟ اللي تؤمر بيه سعادتك انا تمام. حضرتك باشا، ولو هتخليني باشا ابقى باشا مع الناس كلها، بس اجي قدام سعادتك ابقى عيل صغير وصبي بيتعلم منك وخلاص. ايه؟ نعتبر ده عربون محبة؟ ماشي ماشي يا لطفي. ماشي، ألف 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 مبروك.